بس تفلوت ياسمين. لا لا ما نمت، يعني معقول نام قبل ما اسمع صوتك الحلو؟ امتى؟ بكره؟ ايه ايه فاضي طبعا، ايه بعرف المحل. نعم بدك يعني البس البدله الرسميه والرتبه كمان؟ لا لا عندي عندي امرك فاتن خالو، امرك فتونتي. مع السلامه، تصبحي على خير حبيبتي. لك وين حاطط الطياره؟ والله ما بعرف. هلا انت ليش بدك البدله؟ هيك لازمت لي. يعني عندك حفله تنكريه؟ لك شو تنكريه؟ ما تنكريه انت الثانيه. لك ليش بدك اياها؟ انا ورفقاتي المتقاعدين عاملين حفله بمناسبه مرور سنتين على تقاعدنا. وينها وينها؟ قولي على قامتي. ليش مين باقي من رفقاتك؟ يلي مات مات، والمشلول مشلول، والم ولك سبحان الذي خلقك على هالمناطق وعلى هالملافظ اللي بتهز البدن. تعي دوري منيح، تعي دوري، ما لقيتها. ايه ايه هلا تذكرت وين حاططها. كنت اعطيها لشحاده فقيره هداك الشهر، قامت ما اجت. شحاده فقيره؟ مرة بعت لي العقيد أبو عبد بهاء عناصر حتى دربهم، وقال لي العميد بده إياهم يطلعوا رجال من تحت إيديك يا أبو هزاع. قلت له أمرك سيدي. أول درس فيقت لك ياهم بنص الليل. صفيتهم قدام بعضهم مثل عيدان الكبريت وصرخت لك فيهم هداك الصوت. طب الله إلي شلون صرخت فيهم هداك الصوت؟ يا على عيني وراسي. عم قل لك أول كل شي صرت أمشي هيك قدامهم حتى اوهرهم. تعرفي يعني اذا ما وهرتي العنصر ما بيطيعك. عملت هيك بعدين قلت لهم انتوا لسه ما بتعرفوني منيح. لك انا اسمي المساعد اول ابو هزاع، انا شربان بالصغر يا حليب السباع. يلي بيعرفني وبيطيعني راح يسلم، ويلي راح يعصاني يا ويلو شو راح يندم. لك شو هاد؟ نايمين يا عجايز؟ لك بدي خبطة الأرض تنبع من تحت رجليكم والمي نبع؟ شدوا حيلكم؟ يلا لشوف. روح عد. لك زفت انت وياه نيق، بيظهر انكم ما بتمشوا غير بالعقوبات. اخ لو تعرفوا مين هو هادي اللي واقف قدامكم. اخ ولك انا اللي مسكت خطاف الهواء، انا اللي مسكت سراء الكحل، انا اللي مسكت بعاش بطنه. ابو هزاع انت لهلا ما حكيت لي شلون مسكته لبعاش بطنه. والله العظيم ما حكيت لي. اي والله ما حكيت لي، بس بالاول بدي اياك تحكي لي ليش سموه بعاش بطنه. هذا يا انسه فاتن كان في واحد ازعر زعوري مشراني وكل الناس بتتجنبه لانه كل شهر شهرين بيبعج واحد بالموس بكرشه. مرة من المرات طلع من الحبس وعمل مشكلة مع واحد اسمه حوت المهاجع وسحب الموس بده يبعش له بطنه. قام هرب حوت المهاجع ما حسن يلحقه، وقف وقال هالموس ما بيرجع على الفاضي لخصري، وبعش بطنه من قهره وغيظه. مو معقول شو غريبة عجيبة هالقصة، بس بالأول بدي اياك تحكي لي أبو هزاع شلون مسكته لبعاش بطنه. مسكته بخمارة القط المجنون كريزي كات، خمارة صغيرة جنب خمارة فريدي. هذا يا ستي كان في زلمة مرعب العالم اسمه زكريا الدفاش، وكان يتعاون مع ابن خاله اسمه حالوش النتن، وكانوا يلتقوا بخمارة نعوم الحايك جنب سينما الشرق بسقاق رامي.